ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، احنا عايزين نتكلم على حاجه ما حدش اتكلم فيها خالص، موضوع دور اللعيبه الاجانب في تفوق النادي الاهلي هذا الدوري. اللعيبه الاجانب هنعملهم ترتيب، ماشي، لازم ندي كل واحد دوره بالترتيب. اتفضل. لازم نبدا بعلي معلول. ماشي، صح. علي معلول بالنسبه لي انا يعني على الجانب الشخصي في منطقه تانية خالص بالنسبه للعيبه الاجانب في مصر. علي معلول من افضل اللعيبه الاجانب، هو مش يعني مش لعيب عربي برضه في الاول وفي الاخر، انا مش عايز احسبه اجنبي قوي، لكن هو لعيب عربي ولكن لعيب محترف من افضل المحترفين اللي دخلوا مصر في اخر 10 سنين. لعيب ملتزم، لما تيجي تقيمه كمدرب او كلاعب، لعيب ملتزم، لعيب بيصنع الفارق، لعيب موجود في كل المحافل، بيأدي بنفس الشكل في كل الاوقات. ادي ارقامه موجوده معانا على الشاشه. لو بصيت في الاحصائيات، علي معلول التمريرات الصحيحه من اعلى الناس، اعلى نسبه، صح. التمريرات البيانيه اعلى نسبه، مظبوط. التمريرات البيانيه دي لازم تروح رقم 10، مظبوط، صح. كنت بتكلم عليها من قبل كده، صح. فانا بالنسبه لي علي معلول هو رقم 10 الفتره اللي فاتت، كل الفتره كلها يعني، ممكن افشى على فترات ادى بشكل كويس، ولكن علي معلول هو رقم 10 بتاع الفرقه في مكان بعيد عن نص الملعب، ولكن هو بيأدي اداء بصراحه يعني، هو الترمومتر الفرقه عنده. ديانج، انا شايف ان ديانج برضو لعيب مهم جدا جدا جدا، مستوى اعلى من مستوى لعيب الدوري المصري المحترفين. خلينا برضو نتفق ان ديانج معانا ارقامه برضو، ان ديانج ممكن ما تلاقيهوش قاعد معاك كتير. ديانج ممكن في لحظه تلاقيه راح منطقه مختلفه عنك، صحيح. وده وارد جدا جدا، ولازم ده يكون في تامين، لازم ده وارد، هتلاقي ارقام بتدفع فيه كبيره اكيد طبعا، ممكن يبقى فيها استثمار للنادي الاهلي وده شيء طبيعي، هي الكوره كده استثمار برضو، لو ما استفدتش باللعيب فنيا ما قدرتش تحافظ عليه، لازم تستفيد منه بشكل جيد. لعيب مميز، لعيب مهم جدا، لعيب عنده امكانيات ما كانتش موجوده عندنا في لعيبه نص ملعب الارتكاز اللي دخلوا مصر الفتره اللي فاتت. هو لعيب مختلف شويه، لعيب يديك 6 ويديك 8، لعيب دريبلر كويس جدا، بيقطع كويس جدا، لعيب عنده ارقامه فعلا عاليه زي ما انت بتقول اهو، ومعنده مراوغات صحيحه بتاعته كبيره جدا، نسبه عاليه جدا، المراوغات دي برده بتاعت لعيب جناح. فلا، ديانج برده في منطقه يعني منطقه مختلفه، هو كواليتي اعلى، انا شايف ان كواليتي اعلى من الدوري المصري، مش تقليل من الدوري المصري، ولكن هو كواليتي اعلى يعني، ممكن نلاقيه في حته ثانيه قريب، ممكن تلاقيه في انديه كبيره في اوروبا، وارد، او في دوريات كبيره وبالتدريج، هو لسه سنه صغير، خلي بالك، زيه زي رمضان صبحي، زي الناس اللي موجوده، ناصر ماهر، اكرم توفيق، الجيل ده، فهو جيل لسه شباب، وهو اعتقد هيبقى عنده فرصه انه يروح منطقه اكتر. اجاييه انا شايف ان اجاييه برده لعيب مهم جدا، لعيب اجاييه في أسوأ حالاته بيديك المتوسط بتاع لعيب الكوره. في لعيبه كده كان مدربين يعني، انا كان كابتن انور سلامه ربنا يمسيه بالخير من الناس العظماء في الكوره يعني، كان يجي لما يجي قايم يقول لي انا في لعيبه وهي قليله جدا تديك 6 من 10، وهي مستواها مش موجود، وهي حاسس ان هي أسوأ لعيبه في الملعب، بس يديك 6 من 10، يديك ثبات في مستوى. اجاييه كده، اجاييه حتى وهو مستواه سيء او مستواه مش احسن مش في حالته حاجة. يعني مش في حالته، يديك اللي انت عايزه. أي. وهو في حالته، لو جينا بصينا لاحسن فترات النادي الاهلي السنه دي، احسن فترات المباريات والنتائج، هتلاقي ان اجاييه كان عنصر مهم فيها وعنصر مشترك. الفتره الاولى بتاعت فايلر كان اهم عنصر في شغل فايلر الاولاني هو جونيور اجاييه لما كان بيلعب راس حرب. والشغل الاخير بتاع موسيماني، اعتقد موسيماني بدا يبدا يعيد اكتشافه من اول وجديد ما بعد الكورونا، ولكن هو مر بظروف خاصه بعد الكورونا، ان هو برده ما كانش معاه ولاده موجود، ما كانوش موجودين معاه، قعد فتره طويله جدا لوحده. طبيعي ان الناس كلها رجعت من الكورونا ما ادتش باحسن شكل، ولكن لعيب جيد ولعيب مهم جدا. جيرالدو ما اداش احسن حاجه في النادي الاهلي، ممكن يكون كميته ما ركبتش مع النادي الاهلي بشكل كويس، وده وارد جدا، ممكن تبقى موفق ممكن ما تبقاش موفق، هو لعيب جيد ولكن مستواه ما يأهلوش ان هو يبقى من اللعيبه اللي زي جونيور وزي ديانج وزي علي معلول. بادجي لعيب كويس، عنده امكانيات كويسه، ولكن انا ارى ان بادجي يعني احنا محتاجين حاجه
ليفل اعلى شويه. انا دي وجهه نظري، مش عايز ابقى قاسي عليه شويه، ولكن احنا خلينا منصفين، احنا اتكلمنا على نسبه التهديف واتكلمنا على كل حاجه، ولكن احنا النقطه دي محتاجين ليفل اعلى شويه، محتاجين مواصفات مختلفه شويه عن بادجي في الشكل وفي البروفايل يعني. فانا شايف بادجي لعيب كويس وكل حاجه وكان مؤثر معانا في بعض المباريات، ولكن انا شايف ان احنا محتاجين الحته دي شويه، محتاجين الحته دي شويه بس. فدي ده دور الاجانب، وهم طبعا قدوا دور كبير جدا في بطوله الدوري يعني.